FM. الكلمة ليك. أنا والله كنت النجم يكون جي فرحان اليوم لو أني عندي لستات واقعية جابتها لي الحكومة أو جابها القضاء وقال لي هذا رام من الديوانة فاسدين واضح واضحين هو بعد واحدة توكي وعد توا حسب رأيك وزارة المالية سيد العقيد سؤال واضح وزارة المالية 21 عاون يتم إبعاده قريتهم الأسماء تعرفهم لا مش بالضرورة نعرفهم أنا علاش نعرفهم يعني أنا يعني نعرفهم أنا يعرفهم الديوانة مش تحل فيهم بعد مش تحل فيهم بحث قضائي ولا لا مشوا حالوا على في انتظار استكمال التحقيقات ولا أنا كي نجي نقول لك راه جيت من الديوانة وهي وقاعة معناها البارح خرج 17/1 أنا أقول لك ما كناش فرحانين في الواقع احنا كنا السي بي في كنا فهمت الله في حيرة في الواقع كنا نعتقد باش نلقوا الأسامي اللي نلقوا أسامي أقل يعني أسامي باهتة ماهيش ما تهمش هذه كلمة ورطة في الفساد أنا أقول قدام هاني جيت هنا باش نقول عندك أسامي راي لا أنا مش تنقول من الأسماء أنا مش دوري أنا مش نعطيك تقييم لما أحسه الديوانية احنا كنا نعتقد أنه باش نجي اليوم باش نقول ولا سيلازر انا في كلك شوز لا كان باهي تنجل كابا فهم الكلمة ليك.